قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي في خطاب طلعت عليه وكالة رويترز للأنباء، قال أن الدبلوماسية النرويجية جير بيدرسون سيكون مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن بيدرسون، وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. أصغر عمرا من سلفه، لكنه ذو باع في سجالات الشرق الأوسط. الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون مبعوث أممي رابع في عمر الصراع السوري، في حال صوت الخمسة الكبار لصالحه. برغم ما قيل عن تحفظات الروس إزاءه، فموسكو تريد ضمانا بأن يبني بيدرسون على ما حققته في أستانا وسوتشي، تحديدا باسم الحل السياسي الذي حضر اسما وبعد منالا. ثقال إذن هي تركات فشل أسلاف بيدرسون من الراحل قريبا كوفي عنان، ومرورا بالجزائري الأخضر الإبراهيمي، وانتهاءا بديمستورا الذي أغلق جولات ماراثونية تسعا بين جنيف وفيينا. فالدبلوماسي النرويجي لا محالة سيصطدم بعقبات تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور والتفاوض على اتفاق سياسي، يقول الغرب إنه ضروري من أجل تدشين دعمه لإعادة الإعمار وتشجيع الجزء الأكبر من ملايين اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط على العودة إلى بلادهم. لكن على أرض كهذه مهمة المبعوث القادم عسيرة بالتأكيد، حينما يستلهم فشل مهمات أسلافه وينصت لصورة صامتة بعد أعوام من رغبة جامحة للتغيير وإطلاق العنان لثورة اختنقت برمال التدخلات الإقليمية مذ على صوتها في 2011. معنا من اسطنبول من هالبريش الكاتب الصحفي. سيد منهل، يعني بيدرسون أو غيره، ما الذي يعني يمكن أن يبقى من أهمية لهذا الدور، لدور المبعوث الدولي يعني الخاص لملف مثل الملف السوري؟ يعني اعتقد انه السؤال يعني وجيه للغايه، خصوصا انه يعني حتى ديمستورا او السيد ستيفان ديمستورا المقرب من النظام السوري والذي حاول جاهدا يعني صناعه اختراق في يعني في الملف منذ مجيئه وعقده الجلسه الاولى في جنيف، يعني جنيف 3 عام 2014، حتى اليوم بعد 4 سنوات ونصف لم يستطع ان يقدم اي شيء على الاطلاق. حتى يعني مسألة اللجنة الدستورية أو سلة الدستور يعني كما صنفت في جنيف 4، أعتقد يعني أنه نسفها النظام بشكل واضح. النظام السوري يعني وعلى لسان رئيس الدبلوماسية وليد المعلم قال بأنه النظام يريد ثلثي اللجنة إضافة إلى رئاستها على أن تعقد في دمشق، وهو يتحدث عن يعني لجنة تعديلات دستورية، وهذا مخالف يعني للسلال الأربعة التي ابتدعها ديمستورا يوما والتي تتحدث عن مسودة عن كتابة مسودة دستور جديد للبلاد. لذلك أعتقد يعني أنه من الواضح انه يعني المبعوث الدولي في حال يعني تم التوافق عليه، حتى الان لم يتم التوافق عليه بشكل نهائي، وكما هو معلوم انه اي فيتو من احد اعضاء الدول الخمس في مجلس الامن قد ينهي ترشحه، لكن معروف انه الرجل الى حد يعني كبير ربما يحوز رضا النظام السوري، وكان اساسا طيب وبيدرسون يعني هو معروف بسيرته التي قال بانه تشاور مع الحكومه السوريه. صحيح، وبسيره بيدرسون يعني هو خبير في شؤون الشرق الاوسط وفي مناطق النزاع، وحتى كان منسقا خاصا في لبنان. واشرت الى نقطه مهمه، ربما بيدرسون هنا خبرته يمكن ان تلعب دورا فيما يتعلق بالدستور. هل يمكن لبيدرسون بسيرته اذا ما تم تعيينه رسميا، وهناك معلومات بان هذا حاصل بطبيعة الحال، أن يؤثر في مسألة الدستور، أن يكون أكثر يعني مستمعا للمعارضة بدل أن تكون مهمشة تماما كما كان في حال ديمستورا، أن تكون حاضرة أكثر؟ يعني لا أعتقد، أنا أتوقع أنه أساسا هي سلة الدستور ربما ستؤجل بشكل
يعني كبير، وسيصار الى بحث ربما ملفات اخرى او سلال اخرى، لانه من الواضح هناك خلافات بين روسيا وبين امريكا. ما رشح يعني من لقاء بوتين هنا في اسطنبول قبل ايام مع قاده الدول الثلاث تركيا والمانيا وفرنسا، انه يعني هناك تعنت روسي كبير في قضيه مساله اللجنه الدستوريه، ويعني قال بالحرف ربما بوتين للرئيس ماكرون انه لا استطيع الضغط على نظام بشار الاسد او على بشار الاسد بشان اللجنه الدستوريه، لكنه وعد نهايه انه أن يصار إلى تشكيل اللجنة نهاية العام. أعتقد هذه يعني هناك سقف مطالب عالي بين يعني من جانب النظام السوري، الحديث عن يعني ثلثين زائد واحد ربما يعني سيتنازل عنه النظام لاحقا، وأعتقد هو الفخ القادم بالنسبة للمعارضة السورية، بمعنى أنه سيقبل النظام تشكيل اللجنة السورية على أن يعني تعقد الاجتماعات في دمشق حصرا. ويبدو أنه بعض الأطراف من المعارضة خصوصا يعني معارضة النظام الموجودة في الهيئة العليا للمفاوضات هي جاهزة أساسا للذهاب إلى دمشق، وسيصبح هناك خلافات كبيرة حول أحقية يعني الحضور، خصوصا أنه أنا معلومات خاصة أن اللجنة ستكون من خمس فيما تقوم موسكو يعني بما تقوم به من وضع اليد على كل مفاصل وتفاصيل الملف السوري. أشكرك عند هذا القدر من هالبريشة الكاتب الصحفي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.